نشهد الآن توقيع عقد إنشاء مصنع رولينج بلس لتصنيع الإطارات بقيمة 1 مليار يورو على 3 مراحل على مساحة 400,000 متر مربع ومنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يوقع العقد كل من السيد عبد الناصر رفاعي العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد جون بركات الرئيس التنفيذي لشركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية.